السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. ونحن نشكر السائل الكريم أن سألنا هذه المسألة، لأنها كانت فرصة لتوضيح هذا الالتباس، لأنه كما أنه التبست عليه هذه العبارة وظن أن التبري من فروع الدين، فهو يعني كأنه أدنى منزلة من الولاية لأهل البيت عليهم السلام، فأي حاجة لأن يتشهد الناس بذلك وأن نشهدهم أو نلقنهم هذه الشهادة. كما أنه توهم هذا الأمر، فإن كثيرين من الشيعة أنفسهم توهموا هذا الأمر أيضا، ولذلك هم يتعجبون. قد تجدون بعضهم يتعجبون من أننا لماذا نصر على أن يتشهد من يصححون إسلامهم بالبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل البيت عليهم السلام، وأن هؤلاء الأعداء في النار. لا يا أخي، الذي التبس عليك ظنك أن التبري هو البراءة، وأن عبارة السيد المرجع تعني أن البراءة من فروع الدين لا من أصول الدين. كلا، البراءة لا التبري من أصول الدين قولا واحدا عند الشيعة عبر القرون إلى يومنا هذا، منذ زمان الصدوق إلى يومنا هذا. الصدوق عليه الرحمة ألف رسالة أو كتابا بعنوان اعتقادات الإمامية، كتاب في أصول الدين. في هذا الكتاب تحديدا في الصفحة 105، يقول بالنص: ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. واضح الكلام؟ لا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالأئمة عليهم السلام إلا بالبراءة من أعدائهم. إذن البراءة في نفس منزلة الولاية، الولاية لله وللرسول وللأئمة الطاهرين عليهم السلام، فهي من العقيدة من أصول الدين هذه البراءة. أما التولي التبري أي تفعيل ذلك وتفعله، فهذا من فروع الدين، كحال الصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرها من أعمال وعبادات. طبعا شوف، الولاية والبراءة تدخل أصلا في كل أصول الدين. يعني أنت تتولى الله فتبرأ من أنداده، تتولى محمدا صلى الله عليه وآله فتتبرأ ممن ادعى النبوة دونه كمسيلمة مثلا، تتولى عليا عليه السلام فتبرأ ممن ادعى الخلافة دونه كأبي بكر مثلا، وهكذا. والروايات التي أي الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تدل على أن البراءة من أصول الدين كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر ما جاء عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر، أصلحك الله، أي شيء إذا عملته استكملت حقيقة الإيمان؟ إيماني يكون حقيقيا وأستكمله. ما هو؟ قال:
توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. فالعداء إذن لأعداء الله هذا أمر واجب في العقيدة، في الإيمان، في أصول العقيدة والإيمان. وفي كتاب الوسائل، وسائل الشيعة للحر العاملي رحمه الله، وهو مرجع الفقه الشيعي، هنالك باب كامل بهذا العنوان، وهو باب وجوب البراءة من أهل البدع. البراءة من أهل البدع أمر واجب، لا يقولن أحد إن البراءة هذه ليست واجبة، ليست ضرورية، يجب أن تبرأ من كل أهل البدع، وإلا فدينك غير مقبول، مخدوش، متقلقل، لا يقبل منك يوم القيامة. ما معنى أهل البدع؟ كل فرقة ضالة مبتدعة، رأسها وذيلها من الفرق الضالة المبتدعة، مثلا الفرقة المالكية، مثلا رأسها من؟ مالك بن أنس، يجب أن تبرأ منه. ذيلها من؟ مثلا من تبقى منهم اليوم من شيوخهم، من كهنتهم، تبرأ منهم. هذه الفرقة المالكية بنت لفرقة أم أكبر منها، هي الفرقة البكرية. رأسها من؟ أبو بكر، تبرأ منه. ذيلها من؟ عرعور مثلا، تبرأ منه. قرضاوي وهكذا تبرأ منهم. أبو بكر مبتدع، عمر مبتدع، عثمان مبتدع، جاءوا ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، باب فيه أحاديث، باب وجوب البراءة من أهل البدع. فما يصير تقول أنا ما أبرأ من هؤلاء، أنا ما لي شغلة بيهم. بعض الناس ضعاف الإيمان، الجهلة، المتلوثين بالثقافة البترية الخبيثة، يقول أنا ما لي شغلة بيهم، أنا شعلي ما لي شغلة بيهم. ما يصير. الله عبدك، تعبدك بهذا، هذا واجب عليك. الله يقول أنت واجب عليك، لازم أشوفك شنو، تبرأ من هؤلاء، ولا أنا ما أقبل دينك. شو تسوي يعني؟ ما يصير يقول أنا ما لي شغلة بيهم. هذا تدري هذا معنى كلمتك هذه، أن لما تقول أنا ما لي شغلة بيهم، كمن يطالبه النبي صلى الله عليه وآله بجهاد قريش مثلا في ذلك الزمان، فيقول أنا ما لي شغلة بهم. لكم دينكم ولي دين. وهذه الكلمة الرائجة عند الناس، هو أخذ الآيات الكريمات وتطبيقها في غير موردها. يقول لك أنا لكم دينكم ولي دين، القرآن يقول هكذا، خلص أنا شعلي بهم. إيه صحيح، الإسلام، القرآن قال لك لكم دينكم ولي دين، هذا مبدأ عظيم إسلامي، بس ليس لا تقولوا الآية لكم دينكم فلا أنكر عليكم ولي دين فلا تنكروا علي. ما قالت الآية هكذا، قالت لكم دينكم، يعني لا إكراه في الدين، أنا لا أكرهكم، أما أن أدعوكم أو أنكر عليكم فهذا من حقي، أنتقد دينكم، أنتقد مقدساتكم، أرفضها، أعبر عن رفضها، أعبر عن البراءة منها. هذا أمر واجب في الشريعة،
لا تفسروا كتاب الله على أهوائكم. القرآن ما دعاكم إلى السكوت، دعاكم إلى الكلام، إلى النطق. فتخيل أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يحضر لقتال قريش في معركة بدر مثلا، يأمر بمواجهتهم، فيأتي أحدهم ويقول: أنا لن أستجيب لك، آني شعلي بهم، لكم دينكم ولي دين. ما مآله هذا الذي يتعذر بهذا العذر؟ مآله أين؟ في الجنة أم في النار؟ في النار. خالف الرسول. يقول: أنا لا أؤمن بالجبت والطاغوت، لا أؤمن بالأصنام، أرفض عبادتها، وأنا مؤمن بالتوحيد، ولكن أنا لا أدعو للمواجهة. عليكم السلام ورحمة الله. أنا لا أريد المواجهة معهم. الله لا يقبل، رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقبل. يقول: لا، أنا أريد منك هذه المواجهة، الأمر ليس لك، أنت لابد أن تواجه، لابد أن تعادي، لابد أن تظهر البراءة، لابد أن تتصادم، هذا هو الحكم عليك، عليك أن تمتثل. في بعض الأحاديث الشريفة أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه عليهم السلام، ما مضمونه؟ هل عملت بعمل يقربك إلي قط؟ فعدد ذلك النبي أعمالا كثيرة، فقال له الله عز وجل: هل عاديت لي عدوا؟ أنا أريد منك هذا، أنا أكلفك بهذا العداء. لماذا؟ لماذا الله عز وجل يطلب منا أن نعادي أعداءه؟ لأنه بغير هذا لا تتحقق سلامة البشر. تخيلوا أن كلا من المهتدين يصمت، يسكت، لا يتكلم، لا ينكر منكرا، لا يعادي عدوا، ما الذي سيحصل؟ أعداء الله وأهل المنكر سيستولون على العالم كله، لأنه لا توجد جبهة ممانعة كما يقولون. ما كلان يسمونهم جبهة الممانعة، الممانعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، جبهة المقاومة، لا توجد مقاومة، لا يوجد محور مقاومة، لا توجد ممانعة. شنو اللي يصير؟ تلاقي علم الكيان الصهيوني في كل العواصم حينئذ. لابد من جبهة، وإلا يستولي علينا العدو. كذلك في العقيدة، إذا كل منا سكت لم يتكلم، ما الذي سيحصل؟ أعداء الله بأديانهم المنحرفة ومذاهبهم الفاسدة سيستولون على العالم كله، لأنه لا يوجد تصدي لهم، لا أحد يتصدى لهم، لا يوجد رادع، أحسنتم، لا يوجد منكر، بل على العكس الكل يبتسم في وجوههم. لماذا الإسلام شدد الوعيد على من يبتسم في وجه مبتدع؟ أحاديث كثيرة عندنا أن من يبتسم في وجه مبتدع فقد سعى في هدم الإسلام.